لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. والسؤال الثاني كيتعلق كذلك بالأشخاص اللي كيسيئوا الخبر بين الناس، يعني كيسيئوا الفتن ماشي الأخبار. كاين مثلا اللي كيكون عنده مشكل مع شي واحد من أجل باش يصفي مع الحسابات، واخا يكون هذاك الإنسان مزيان، مثلا أنا مراد، كاين الناس اللي كيهضروا يقولوا مراد راه ما مزيانش، فقط لا شيء، فقط لأنني عندي مشكل مع ذاك السيد. يعني بغيت نعرف هنا هاد الناس هادو اللي كيمشيو وكيقولوا راه فلان ما مزيانش يعني كيزرعوا هاد الفتن، واخا حنا كنعرفوا في القرآن كيقول لك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فملي يجيني واحد مثلا يقول لي فلان ما مزيانش، قاطعوا، واش خاصني نقاطعوا انطلاقا من ديك الهضرة اللي قال لي داك السيد عليه، ولا خاصني ناخذ تجربة يعني نجرب نتواصل مع هذا الإنسان ونجرب هذا الإنسان كيفاش داير ونتقرب منه بدل ما نسمع هضرة من عند ناس أخرين؟ أنا هادشي اللي بغيت نعرف السيد الحاج. نعم. وكنتمنى رسالتي لكاع الناس، رجاء أن يتهلاو في والديهم لأنه الجنة تحت أقدام الأمهات، وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهم أوفا ولا تنهرهما. راه كيبقى فيا الحال السيد الحاج ملي كنلقى بعض الوليدات ما كيتعاملوش مع والديهم مزيان، يعني هادشي كيضرني في خاطري، وحتى ملي كيكونوا والديهم متوفين ما كيخليهمش مساكين، ما كيخليوش ديك الرحمة تنزل عليهم، كيبقاو يديروا شي حوايج خايبين بزاف، وهادشي ماشي بصالح هاد الناس مساكن. الله يجعل ربي يصوب. هادشي اللي بغيت نعرف سيدي الحاج. نعم. من خلال البرنامج، وحافظك الله. اما عن السؤال الثاني، المساله ديال ان الانسان جاءك بخبر، طبعا الاخبار ليست كلها مقبوله، كيقولوا الكلام خبر وانشاء، علماء اللغه كيقول لك الكلام خبر وانشاء، اما الخبر فما يحتمل الصدق او الكذب، اما الانشاء فلا، الانشاء هو كلام كيكون فيه وصف او فيه تعبير انشائي، اما الخبر كيكون يحتمل اما الصدق واما الكذب. والانسان اذا اتاك بخبر صادق فبها ونعمت، لكن اذا اتاك بخبر كاذب او يحتمل الكذب فعليك ان تتوقف، لان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن تناقل الاخبار الكاذبه، خصوصا اذا كانت وشايات أو إذا كانت تشويه لسمعة إنسان معين. الله تعالى نهانا عن ذلك ورتب على هذا الأمر عقوبة شديدة والعياذ بالله. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله تعالى سمى ذاك اللي كينقل الأخبار الكاذبة أو المغلوطة سمى فاسق، فالفسق هو مع الفجور، قد يكون في شرب الخمر، قد يكون في الوقوع في الزنا، قد يكون في لعب الميسر والقمار، قد يكون في أكل الربا، هذا كله فجور وفسوق. واعتبر الله تعالى من بين الفاسقين الفاجرين من يأتي بالأخبار الكاذبة ويلفقها لفلان وفلان. اللسان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ وهو شاب في مقتبل العمر كان من أصحاب الإيمان، قال لي أوصني يا رسول الله، قال لي يا معاذ أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. قال لي يا رسول الله أو نأخذ بما نقول بألسنتنا؟ فقال النبي الكريم تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في وجوههم على النار إلا بسبب حصائد ألسنتهم؟ من أهم الأسباب للإنسان كيدخل بها النار، أهم الأسباب ما هي؟ هو اللسان. اللسان قد يدخل صاحبه إلى النار، وهذا اللسان إذا استعملوا الإنسان في الذكر واستعملوا في الكلمة الطيبة فإنه يرتقي به في مقامات الجنان، لأن اللسان فيه الكلام. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة الطيبة اللي كتدخل الفرحة والسرور وفيها التفاؤل وفيها الأمل وفيها اليقين. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة كيكون الإنسان كيقصد بها التفرقة بين الجماعة، الناس مجمعين فرحانين كتلقي واحد الكلمة بحال القنبلة كتخلي الناس كلهم يقومون،
او كتدير بيناتهم الاحقاد والعداوات، اما ازواج واما اولاد واما اخوه واما جيران. هذه كلمه خبيثه والعياذ بالله. فالله تعالى قال لنا اي خبر جاكم حاولوا تتحققون منه، اياكم ان تذيعوه. لا تذيعوه بحال الاذاعات، لا تذيعوه، وانما تحاول انك تقلبه وتعرف اذا كان هذا الخبر وتشوف المآل ديالو. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا، في روايه قراءه قرانيه، فتثبتوا، لان القران الكريم لم يكن فيه اول الامر لا نقط ولا حروف، ما كاينش الفرق بين الباء والتاء والفاء والقاف. فقرأ المقرئون، قرأ بعضهم فتبينوا، وقرأ الآخرون فتثبتوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا اللي كيجيب الخبر ما نسمع ليه، هو أصلا خصو ينتبه، تنبيه الغافلين. مرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يخطب والصحابة حوله، فدخل رجل فإذا بالنبي الكريم ينظر إليه باشمئزاز، قال لي، قطع الخطبة، قال لي يا فلان هل أكلت لحما نيئا؟ هل أكلت لحم خضر؟ قال لي لا يا رسول الله ما أكلت لحما نيئا. قال لي إني أرى الدم يتقاطر من بين أسنانك. قال لي لا لم أكل شيئا. الصحابة ينظرون إليه كيلقاو الرجل ما فيه والو، فم نقي، لكن النبي الكريم كيلقى بأنه مليء بالدم، كأنه أكل لحما نيئا، لحم خضر. عاد نبهه الله وقال لي لقد هل تكلمت في احد من الناس؟ فالرجل اعترف، اي نعم يا رسول الله، وانا قادم الى المسجد كنت مع فلان وجبدنا السيره ديال فلان وفلانه وقلنا فيهم كلاما سيئا. فنزل قول الله تعالى: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ لا يغتب بعضكم بعضا. الى ان قال: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، بسبب الكلام الفاسق. وربي عز وجل توعد لكي ينقل هذه الاخبار ويشيعها بين الناس بعذاب اليم من اشد العذاب. لماذا؟ لانه يفرق الجماعات ويسيء الى الناس ويدخل بينهم العداوه والبغضاء والعياذ بالله. فنسال الله تعالى ان يوفقنا بان تكون الالسنه ديالنا طاهره مطهره، فيها كلام الله وفيها ذكر الله وفيها الاستغفار وفيها التسبيح وفيها التكبير وغير ذلك. نمسك لساننا، نمسك به أو نعض عليه بأسناننا حتى لا نطلقه في الكلام الذي يؤذي ويجر بنا إلى المتاعب ثم يلقينا في النار والعياذ بالله. أسأل الله الهداية لنا ولكم أجمعين. وشكرا لك يا أخي محمد من إقليم بن أحمد، لأن الوالدين أعطاهم الله سبحانه وتعالى واحد المقام رفيع، حكم قضائي من السماء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نهتم بهم قيد حياتهم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا في حياتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا بعد موتهما. فالعناية بالوالدين كتكون في الحياة وبعد الممات. السؤال اللي ذكرتي سيدي محمد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معناه أن الإنسان إذا مات لا ينقطع العمل كلية. ربنا سبحانه وتعالى يترك لنا ثلاث نوافذ في اتصال مع الدنيا. الإنسان لما يموت إذا كان في إدبار عن الدنيا وإقبال عن الآخرة، الله تعالى يغلق عنا كل الأبواب ولكن يترك ثلاث نوافذ مفتوحة. كيبقى الإنسان الميت هو في الدار ديال البقاء، ومرة مرة يصله ما يقع في دار الفناء، منها الصدقة الجارية إذا خلى صدقة جارية، أو الولد الصالح الذي يدعو له، أو العلم الذي ينتفع به. وقد يكون ولد واحد في هذه الصفات كلها، يكون ولد صالح في الدعاء وفي الذكر، وهذا الولد يكون عالم من العلماء إما في الدين وإما في أي معنى من معاني العلوم، في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات، المهم علم ينتفع به الناس إما في الطب أو الهندسة أو أي شيء. ويكون كذلك كدير الخير، صدقة جارية، أنه أكثر من البئر وأكثر من الشجرة،
يقدر يكون هو اللي تسبب في ولادة هذا الولد وتربيته وتعليمه وتهذيبه، فكان هذا الولد على مستوى كبير من العلم ينفع الناس بعلمه بما تعلم، وكان على مستوى خلق أنه فيه التضامن والتكافل والأياد البيضاء، وأنه يدعو ربه بالرحمة والمغفرة، فاجتمعت فيه كل هذه الثلاث. السؤال اللي طرح سيدي محمد هو إذا كان الخير راه غادي يوصل الميت، ولكن إذا كان الشر، إذا كان هذا الولد الله يسترنا ويستركم كان عاقا لوالديه وبعد موتهما كان يجلب لهم الشتم والسب، هل تصلهم هذه الأشياء؟ الخير باتفاق يصل إلى الوالدين في قبورهما، لكن الشر الجمهور من العلماء يقول لا يصل. لماذا؟ لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فعلى مستوى الخير هو يعم، لذا الخير يعم عليه ولا غيره، هذا قانون الله جل علاه، الخير يعم على الجميع ويتجاوز النفس ويصل إلى الآخرين، لكن الشر يبقى محصور في صاحبه. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. فمثلا لا قدر الله مات واحد إنسان صالح وخلوا واحد الولد كان يأتي بالجرائم أو يسب يجلب له السب والشتم واللعن، فهو غير مسؤول عنه، هو رباه وقام بواجبه والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. خصوصا إذا كان ذاك الطفل باقي صغير راه مرفوع عنه القلم لا يحاسب، وإذا كان كبير هو يتحمل مسؤوليته، والأب والأم تكون أبرياء، لأن القاعدة العامة أن كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو في الآثام والسيئات. كل نفس بما كسبت رهينة. وفي آية ثانية قال وألا تزر وازرة وزر أخرى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.